النادي في القرن العشرين. الفريق الحاصل على أكبر الألقاب على مستوى الشرق الأوسط هو النادي الأهلي. في مايو من عام 2001 تسلم المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي جائزة نادي القرن في إفريقيا خلال حفل كبير أقيم في جوهانسبرغ. قال صالح وقتها مداعبا الحضور إن النادي الأهلي سيكون متواجدا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الانجاز. That we will meet again in a presentation of the same honor. ربما كان المايسترو يداعب الجماهير والإعلام، لكنه كان يرسم خريطة المستقبل ويبعث برسالة تاريخية للأجيال القادمة. لقيت كلامي معقول، أنا عاوز مصلحتك أنت، أنا مش عايز مصلحتك أنت كفرد، أنا عايز مصلحة النادي، أنا بقول لك علشان مصلحة النادي. كانت رسالة صالح سليم العبوا واخلصوا من أجل الأهلي وقيمة الأهلي ومكانة الأهلي، ارفعوا اسم الأهلي لعنان السماء من أجل التواجد في هذا المحفل الدولي الكبير مرة أخرى. رحل صالح لكن ظلت رسالته في الأذهان والعقول والقلوب. الكل في الأهلي يسعى لمواصلة الإنجازات ليكون الأهلي هو نادي القرن الماضي والحالي. وعندما تسلم المايسترو جائزة نادي القرن في إفريقيا اصطحب معه الكابتن محمود الخطيب، وبعد مرور 20 عاما يذهب الخطيب بوصفه رئيس الأهلي إلى دبي لاستلام جائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، ليؤكد الأهلي أنه يسير على الطريق الصحيح للاحتفاظ بلقب نادي القرن. النهاردة وجود النادي الأهلي كممثل المنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي الكبير، أعتقد ده أمر بالنسبة لنا بيسعدنا كلنا وبيشرفنا كلنا، ونتمنى إن شاء الله في القادم يكون أفضل بإذن الله. كان ولا يزال قدر الأهلي هو النجاح. رفع جنوده وأبناؤه ورموزه ونجومه شعار الأهلي فوق الجميع، ليكون طريقا لا يحيد عنه أي عاشق للكيان العظيم. الأهلي أكبر أندية مصر والشرق الأوسط والسفير المشرف للقارة السمراء، صاحب البطولات والإنجازات والأرقام القياسية، تعرفه أندية أوروبا وتقدره أندية آسيا وأمريكا اللاتينية، ويحترمه الإعلام العالمي كله. يصفه الكثيرون بالنادي الأوروبي في القارة الإفريقية، ويتوقف تاريخ الرياضة المصرية والعربية والإفريقية طويلة أمام مسيرته الخالدة. وفي كرة القدم يحتل الأهلي مكانا مختلفا في سجلات التاريخ، ليظل الأهلي كيانا ورمزا كبيرا. نادي القرن، تاريخ يحتفي به التاريخ.